السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. الدرس تاع اليوم يخص الادوات اللي نحتاجوها في لا كولوراسيون اي لا ديكولوراسيون، يعني بالاكثريه. واش هي ديكولوراسيون؟ هي سحب اللون من الشعر، يعني كاين اللي يعرفوا كلمه ديكاباج، وكاين دوك يعني الكلمه الرائده يعني والمعروفه ما مش يقولوا ديكاباج باش ما يخوفوش الزبونات، يقولوا ان غوماج. واش هي الادوات اللي نحتاجوها؟ يعني مبدئيا للديكاباج ولا بوغ لا ديكولوراسيون، باه نسحبوا يعني الشعر، يعني لاماش، البالياج، الامبري، يعني كل ما يخص سحب الشعر. شنو هي الادوات اللي نحتاجوها؟ عندنا مثلا يعني نفترض انه الزبونه ريحت في الكرسي، اول حاجه نديروها للزبونه باسكو ديكاباج واعر، يعني صار له كيما الجافيل، يعني يخسر الملابس. اول حاجه لا كاب، هذه لكم تشوفوا فيها يا البنات اون بلاستيك، باه ما يجوز لها والو، ما يجوز لها والو، ني برودوي ني ما ني والو. وتحتها ديروا يعني منشفه، يعني سربيطه، يعني ما تضمنوا انه الزبونه ما تتوسخش وما يكونكمش مشكل معها من الكوتي هذا تاع البرودوي اللي طاح لها على قشها. ثاني حاجه انه تمشطي لها شعرها بيان سور، يكون نظيف، يعني تبروسيه يكون سالك مليح مليح، سينو غادي تتغمني في الخدمه تاعك. يعني من الاحسن من الاحسن انك تغسلي لها وديري لها بروشينغ باه تسهلي الخدمه على روحك. اول حاجه شاهي نحتاجوها مور لي نمشطوا الشعر، يعني نعطيكم مثال، نبغوا نديروا لي ميش، عندنا يعني نعطيكم طروا تيب، يعني ثلاث موديلات تاع لي بوني دماش. مثال كاين بوني هذا نوريه لكم لي في، شوفوه هذا بروفيسيونيل تاع اسبانيا ومشارجي، يعني جاي فيه كي حروف الاكس لكم تشوفوا فيهم، هذا بروفيسيونيل اللي تحب تشري يعني تكونتاكتيني ونوري لها ماشي مشكل. يعني هذا تاع لي ميش شارجي، ها هي لا تروس تاع لي في اون كا وتحبوا تشروه، ولا ها هي لا تروس، هذا تاع لي ميش شارجي وما يدخلكش البرودوي وما يلطخلكش الشعره وما يخرجلكش الاورانج في الجذور تاع الزبونه. هذا اول واحد، يعني قادره تستعمليه يعني تخرجي به دي غفلي خفاف، دي ماش ماشي شارجي، بصح يكون شويه صعيب في الخدمه تاعو الا قلاه وحده محترفه فريمون ماشي مبتدئه يغبنها. ثاني كاين هذا يعني مليح مليح بالبزاف، يعني يخرج لك لي ماش شارجي تو، بصح ماشي شارجي 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 كيما هذاك، هذاك اكثر منه، ويعني تو ما تشخصوا الشعر تاع الزبونه اسكو يحتاج انه اسكو انه تديروا لها بوني هذاك ولا هذاك. اسفا الانقطاع، قلت لكم يعني ممكن تستعملوا هذا البوني نتوما تشوفوا، يعني الا كان شعر الزبونه كثيف وغازر بزاف يعني ممكن تحتاجوا البوني هذا، لا بغاتهم شارجي بزاف ولا بغاتهم يعني دي ماش هكا متوسطين يعني موايان ولا دي فين ماش، ولا تستعملوا هذا، وقادره تستعملوا هذاك اللي وريته لكم الاول، بصح تكونوا اذكياء تعرفوا تحسبوا يعني الشعرات اللي تخرجوهم من البوني. نوريكم البوني الثالث، يعني اللي تبغي دي غفلي، دي غفلي خفاف فريمون خفاف، كاين هذا الازرق، الازرق هذا فيه انواع، بصح هذا مخير جاي مطاطي يتكسل، شوفوا البنات ما فيهش ثقابي بزاف، فيه ثقابي اقلال، ثقابي هادو يعني يعطوك دي مش يعني دي غفلي خفاف بط، ولا كيكون وحده شعرها خفيف 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 بزاف، يعني كحد اقصى انكم تستعملوا هذا، ما ديروش واحد اخر لي مش. هذو بالنسبه لي مش تاع لي بوني. نهضر لكم على لي مش تاع الالومنيوم، كاين لي ميش تاع الالومنيوم، كاين اللي يديروا لهم الالومنيوم، الالومنيوم كاين هذا، بصح هذا موش بروفيسيونيل، راه كامل من بعد نجيب لكم لو بلو بروفيسيونيل، يجي ثقيل على كيما هاكا، ما يجيش داير كيما هذا كاع ابدا، وتقدروا تستعملوه يعني عده مرات. وكاين ثاني حاجه واحده اخرى البنات، هادو هادو لي سويت، لي سويت تخدموا بهم البالياج الامبري، يعاونوكم يعني تحطوا وحده من تحت وحده من الفوق، يعني كيما نقولوا انه ساندويتش، يعني والشعرات تشد لكم تشد لكم في السويت هذا، يعني وتتغطى ويكون كاين تفاعل حراري. اما من غير لي سويت البنات كاين هاد لو بوني، بوني دو بلاستيك، يعني اسافوار، يعني اسافوار لو برودوي اللي تستعملوه.
كاين لو برودوي لي تخدمو الير ليبر وكاين لي برودوي لي ما تخدموش الير ليبر. لازم يكون متسخنوه يبغي يعني الحراره، كون ما يكونش كاين تفاعل تاع الحراره ما غاديش تكون كاينه نتيجه وما يطلع لكمش اللون المرغوب فيه ابدا. وكاين حاجه واحده اخرى ايضا، كاين لي يستعملوا البلاستيك البابي فيلم تلويه على لو بوني يعني باه يكون كاين داك التفاعل، يعني باه لا كولور تطلع لك تمتم يكون كاين تفاعل. باسكو كاين برودوي توجور البنات كي تشرو البرودوي قراو يخدم يعني الير ليبر يعني شغل يعني هكا بلا ما تغطوه يعني تطلع لكم النتيجه. وكاين يعني برودوي يليق البلاستيك او الالومنيوم باه يكون كاين داك التفاعل باه تصيبو نتيجه. كاينه حاجه واحده اخرى البنات ثاني تحتاجو هادو على جال البالياج، وعلى بال ثاني على بال لي ميش يعني لا تكنيك تاع تريكوتاج ولا تكنيك اختوش، هادو من بعد يعني لاحقا يعني كي تكون دروس وتجارب راح نحكي عليهم ونفهمكم واش معنى تكنيك اختوش تكنيك تريكوتاج. هادو تحتاجوهم بالبزاف لي في ما تنساوهمش يعني ضروريين يكونوا عندكم يعني باش ما يغبنكمش الالومنيوم وما يغبنكمش لي سويت وتخدموا خدمه نظيفه، تحتاجوهم بالبزاف. ايضا هاد لي باني كاين اللي ما تعرفش دير تكنيك تريكوتاج، يعني شتو تريكوتاج كل وحده يدير في تخدم بالكروشي، شتو تريكوتاج ترفدي شعره تخلي شعره، هذا يرفد لك ديريكت ترفدي شعره يفيتري لك يقسم لك الشعر على اثنين زيكزاكي لك الشعر بلا ما تكسري راسك ويعطيهم لك متساويين. نزيد نهضر لكم على حاجه اخرى واللي لازم يا البنات ما تنساوهاش، يعني ديكاباج لازم له لي غون، الا ما درتوش القفازات يعني يحفر لكم يديكم يخسرهم منكم، يعني هو يعني ديكاباج عباره عن مواد كيميائيه يعني ماشي سهله خطيره. نوصيكم كي تخدموا حذاري على عينيكم على عيون الزبونه، ونوصيكم الاحسن انه باش ما تكونش عندكم حساسيه مفرطه. انا طحت وقعت في هذا الموضوع افورس افورس اللي خدمت وما كنتش ندير البافيت وما بروتيجيش نيفي ولات عندي اليرجي حساسيه كبيره للمواد تحت تلوين الشعر والديكاباج، ما نقدرش دروك راني ندير البافيت وراني نشرب بالدواء تاع الحساسيه. ويعني مؤخرا الطبيب قال لي ايسيت ايفيتي المواد هذه يعني مضره، يعني انا ننصحكم انكم تحموا تبروتيجوا روحكم من الاول. كاينه حاجه اخرى ثاني البنات ما حكيت عليها، الكروشي باش تخرجوا لماش الشعر من البوني، يعني الكروشي ثاني فيه لي طاي، كاين الرقيق كاين المتوسط كاين الكبير، يعني حسب طالب الزبونه بغات لماش تاعها خشان رقا متوسط طين نتوما تتحكموا، الكروشي نتوما تتحكموا فيه يعني عينكم ميزانكم. دروك نروح لحاجه واحده اخرى البنات، البرودوي كيما راكم تشوفوا هنايا غادي نوريكم برودوي تاع لوريال، يعني هي كاين من غير لوريال كاين بزاف ماركات، كاين بلوند مي تاع شبارسكوف كاين تاع الجزائر هنا كاين الشيك كاين اندريا كاين بيوبلكس تاع الترك، كاين يعني بحر ما يكملش من المواد هادو. مي انا نوريكم واش راه متواجد واش نخدمو في الصاله. عندنا هذا لوريال بلون ستوديو يعني فريمون بروفيسيونيل ويكاتبين لك باللي يعني يطلع لك يعني ثمن درجات لويتون، كاتبينها هاوينه باللي يطلع لك ثمن درجات، سمحوا لي باش نشوف في الكاميرا مليح، يطلع لك ثمن درجات بلوند مي بلون بلون ستوديو ها كاتب لك 8، يعني صافي خاصكم تقراو دائما اسكو هذا البرودوي يطلع لك ثمن درجات 9 درجات 10 درجات، يعني واش معناها انه يوصلوا لك يعني للرقم، نريكم مثلا يوصلوكم للرقم يعني هنايا ثمن درجات الرقم هذا 8 هاوليكم البنات ها هو رقم 8 صافي، ما يعطيكم ان بلون كلير ما يعطيهم لكمش ان بلون تري كلير ولا ان بلون تري تري كلير صافي، يعني كاين ديكاباج يعطيكم البلاتين كيما تقولوا نتوما كاين اللي يعرفوا البلاتين، وكاين البلوندور يعني او بودره التفتيح اللي ما تعطيكمش يعني درجه كبيره في تفتيح الشعره توجور، يعني بودره التفتيح يمشي معاها لو فوليوم يعني اوكسيدون عيار 30 من الاحسن، يعني باش ما نحرقوش الشعر الزبونه يعني 40 يعني 40 عيار 40 شويه صعيب يحرق الشعره وينشفها بالبزاف، يعني توجور يعني دائما حاولوا ديروا لوكسيدون فوليوم 30 يعني مع لا بودر ديكولورانت.
وكاين حاجه واحده اخرى للبنات يعني بزاف اللي يعرفوها واللي ما يعرفوش يتعلموا، كيما هذا لو سوان تاع السمارت بون تاع لوريال، يعني شباب بالبزاف هذا مع هذا يعني غالي بالبزاف، مي البنات تزيدوه مع لا بودغ ومع لوكسيدون، هذا واش يدير لي في هذا؟ يحافظ على الشعره باش ما تطرطقش وما تتحرقش. ستان سوان كيما السوان تاع الاولابليكس، كاين اللي يعرفوا الاولابليكس، كاين تاع البيوبليكس، راهم لي سوان بالبزاف، يعني نضيفوه مع لوكسيدون ولا لا بودغ ولا مع لا كولور ولوكسيدون، يعني هو يعني ان سوان يحافظ لنا على الشعره باش ما تتقطعش وما تطرطقش. نزيدكم يعني تحتاجوا من بعد بعد لا بودغ ديكولورونت، تحتاجوا هذا لو بول، هذا لو بتي بول راه فيه القفازات، معاه بينسو، هذا اللي تخلطوا فيه تخلطوا فيه لوكسيدون مع لا بودغ، ومن الاحسن دائما انه يكون بلاستيك، ما يكونش وعاء معدني، غادي يكون كاين تفاعل يعني ماشي مليح، حذاري توجو وعاء من البلاستيك اللي فيه، ما تنساوش هذه المعلومه بالبزاف. وفي الاخير او ما قبل الاخير، كيما في لوريال يعني كي نديكولورو الشعر، كاين هذا لو شامبو اونتي ريزيدو، ينحي لنا كاع البقايا اللي موجوده في الشعر من ديكاباج ومن لوكسيدون، ويوقف لنا عمليه السحب، هذا لازم نستعملوه دائما من بعد السحب. ومن بعد يعني كاين ثاني واحد الشامبو اسمه الشامبو البنفسجي، يعني هو كاين اللي يقول له ان شامبو اونتيجون. هاد البنات واش معنى شامبو اونتيجون؟ لو شامبو اونتيجون هذا كشتو كي نغسلوا الشعر يبقى لنا فيه داك الصديد، هذيك الصفوريه، هذا لونتيجون ينحي لنا داك الصفوريه اللي ماشي شابه وهذاك الصديد اللي ماشي شباب، يعطينا يعني لون شباب، مي بعد يخرج لكم لون شباب بالبزاف. كيما في لوريال كاين هذا البرودوي اللي يسموه لا ديالايت، يمشي به بالفوليوم تاعه لا ديالايت، ها هي وينه، هذه حنا نقولوا لها نخدموا بها لا باتين، هذا لون يعني كيما شفتوا الماجيغال لون، بصح هذه لا باتين، هذه اللي باتينو بها يا البنات فوق لي ميش، ومعها هذا البرودوي ايضا يعني باه يعطينا لا بريونس في الشعر، يعني باه تجي الشعره تبريي وريحتها شحال شابه ويرطب الشعر ويعطيكم يعني شنو دوك الالوان يعني لاباتين فيها، ماشي غير هذا، نعطيكم مثال هذا لو بلون تري تري كلير سوندري دوري، يعطيكم دي غوفلي في السوندري وفي الدوري، يعني كاين بزاف بحر ما يكملوش، ويعطيكم نتيجه فريمون هائله، وما كاش دوك الالوان والصديد اللي ماشي شباب واللي ماشي مرغوب فيه، واكيد عنده لوكسيدون تاعو الخاص، يعني الا ما كاش لوكسيدون تاع هذا تاع لا ديالايت دياكتيفاتور سبيسيال، ما غاديش يمشي لكم مع اوكسيدون واحد اخر. ولافونتاج الحاجه اللي شابه فيه البنات انه شغل يلصق غير في الشعره المصبوغه او المسحوبه، يعني كاع توشي شعره يعني طبيعيه ما يدير فيها ولا نتيجه، ما يلصق لك فيها ما يخسرها لك ما تخافي، يعني هذا لافونتاج والحاجه الايجابيه اللي فيه شابه، ما كيش مجبوره انك تصبغي لا راسين وتخافي يقيس لك لا راسين وتخسري الجذور تاع الزبونه. يعني وهنا يعني نتمنى اني نكون وصلت لكم يعني فكره يعني ولو قليله يعني على سحب الشعر، يعني على سحب لون الشعر او لا ديكولوراسيون تاع الشعر. ان شاء الله اللي بغات ان شاء الله يعني وفقني ربي ونوصل لكم افكار من غير هذه. ماذا بكم البنات؟ ما تنساوش الاشتراك على قناتي او الضغط يعني على الزر هذا كيما راهي مكتوبه بالفرنسيه ابوني، او اشتراك يعني باه يوصلكم ما هو كل جديد يعني اللي نديرها، تطلع لكم دروسي يعني تكون سلسله. وماذا بكم البنات تتبعوا دروس يعني من الدرس الاول وتجوا رايحين طالعين باه يعني تفهموني كاع واش نقول من هنا وجاي، يعني مسلسل يعني درس ورا درس. شتو الرياضيات كيف تتعلموها لا كولوراسيون كيما هكا، يعني هذه في فن الحلاقات او فن التلوين لا كولوراسيون صار لها كيما المات، اي حاجه في الحلاقه مسلسل، تتعلموا الاساسيات والمبادئ تاعهم، ومن بعد يعني شغل مسلسل حاجه تجيب حاجه بشويه بشويه، تصيبوا رواحكم يعني مستواكم يعني طلع في الحلاقه بالبزاف. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، وكاش استفسارات او سؤال ولا حاجه ما عرفتوهاش ولا ما فهمتوهاش، ممكن انكم تخلوا لي تعليق في التعليق يعني في 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 القناه، يعني التعليق تحت في القناه،
ولا يعني مثلا من وصيكم حاجه ما تنساوهاش، يعني عندي صفحه على الفيسبوك والانستغرام بنفس اسم القناه تاعي، ابونوا فيها يعني باش يوصلكم كل ما هو جديد، حتى لي برودوي اللي احتاجيتو ممكن تتصلوا بيا اني نبعث لكم ولا نوريكم منين تشرو ونسهل عليكم عمليه يعني كيفاه يعني تصيبوا المنتوجات، ماشي مشكل ابدا. نخليكم على خير، والحلقه او الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم لفي، باي باي.